الحمد لله نظن بعد الفوز الاخير نظن باللي المعنويات راهي في الطوب الحمد لله. نظن هذيك الثلاث نقاط خلتنا نكون في اريحيه لان في الترتيب رانا في مرتبه نقدر نقولوا مريحه، لكن لازم علينا ثاني نزيدوا ناكدوا النتائج اللي درناهم هنا في الميدان تاعنا، لان خارج الديار رانا نلقوا بعض المشاكل في العوده بالنتائج الايجابيه. هو توفى ان شاء الله، عندنا زوج تنقلات للعاصمه ضد نادي بارادو واتحاد العاصمه، مبروك عليهم كاس افريقيا. دونك سي دو ماتش سون تري امبورطون بور لا سويت تاعنا تاع الشامبيونان، و سي كيما قلت ديجا نحصلوا اكثر عدد من النقاط اللي تسمح لنا نكونوا في مرتبه احسن وبريتوندرا اون بلاص اللي تشرف الفريق تو سامبل. مقابلة صعبة لأن نادي بارادو غادي يرموا بكل المجهودات تاعهم لكي يفوزوا علينا، لأن راهم في مرتبة ما قبل الأخيرة. دونك يفون تو فير بور غاني سي تو تافي نورمال. حنا تاني اون سو باتر باسكو حنا تاني رانا في وضعية لا تحسد عليها كما يقول لك. دونك لازم نعرفوا كيفاش نسيروا أطوار هذه المقابلة ضد فريق اللي عندهم معظم اللاعبين تاعهم شوبان. دونك لا رياكسيون تاعهم فو ساتوند اون بون رياكسيون باسكو التعادل في شرغوم العيد والانهزام في الملعب تاعهم. دونك هذه المقابله غادي تكون انا نقول بالك اخر فرصه لهم لكي يعاودوا يولوا في المنافسه، لهذا لازم يكون الحذر، نعرفوا كيفاش نسيروا نحضروا اللاعبين من جميع النواحي. قلت لك الفوز الاخير من الناحيه المعنويه خلانا نكونوا مرتاحين، دونك لازم علينا نعرفوا كيفاش نوظفوا اللاعبين. ما يخص التشكيله انا نقول باللي هي تاع ظهار اثر شويه على المردود في الوسط الميدان، زيد اللاعب بوكطايا ثاني اللي عنده اصابه، والبارح اللاعب عابد عباسي ثاني راه عنده مشكل صحي. دونك احنا اون فا تو فير بور بريباري هاد لي جوار كي سون كيما نقول لك راهم عندنا. غادي التنقل تاعنا يكون غدوه ان شاء الله للعاصمه، وين غادي يكون عندنا تماك خمس ايام من الاثنين للجمعة، عندنا مقابلتين اون فا بروند لو ماكسيموم دو جوار براتيكمون تو لي جوار كي سيرون ديسبونيبل باش نبريبارو باسكو يا دو ماتش اون سي جامي في البريمي ماتش كاس كي فاس باسي، باش تاني الدوزيام ماتش يكون عندنا كاع لي زاتو تاعنا في يدينا ان شاء الله. حنا سي اون بو رامني لي سي بون بوكو با بلسان سهلة مي سي با فاسيل. حنا نسعو توجو لتحقيق نتائج ايجابية خاصة في المقابلة الأولى اللي لازم علينا نعرفوا كيفاش باش يكون بون ديب باش الخمس أيام هذه تاني تفوت مليحة. لازم علينا المقابلة الأولى نديروا نتيجة إيجابية ترضينا إن شاء الله وترضي الأنصار تاعنا وكل محب الفريق. اتحاد العاصمة هذا التتويج القاري، مبروك للجزائر ثاني. دونك هما اللي فيليسيت عبد الحق بن شيخة و لو ستاف تاعه لي جوار لي بوبليك يعطيهم الصحة. Malgré qu'ils ont perdu, on aurait aimé qu'ils aient un résultat mieux. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont les détenteurs de la Coupe, ça a été home. Donc, le mokabala de la Coupe, c'est un mot de parado. Donc, on a droit à la parado. C'est vrai que le mokabala de la Coupe, c'est un mot de parado. Mais le premier match, on sait que l'Etihad de la Coupe est en في مرحله كيما يقولوا تاع التتويج وتاع فرحه وكاع. دونك يفو ساتوندر ثاني ماتش تري ديفيسيل. حنا اون فاسو باتر باسكو ان ماتش دو كوب دافريك ان ماتش دو شامبيونات يا اون ديفيرونس ماشي نفس المعطيات. دونك ان شاء الله انا قلت نتكلموا على المقابلات ان شاء الله اون فا تو فير بور رامني لو ماكسيموم دو بوان. يا سي بوان اون جو Si on peut ramener deux points, deux matchs nuls ou une victoire, une défaite, ça, on ne peut pas savoir. Mais le mohim ou l'akid, c'est que nous nous parlons pour nous rendre compte de notre résultat positif. C'est ça. Et inch'Allah, le tawfiq est avec Allah.